واحدة من عجائب الدنيا السبع في العالم القديم، في الحقيقة هي الأعجوبة الوحيدة التي يتنازع المؤرخون على وجودها، حدائق بابل المعلقة، أو كما يطلق عليها أحياناً اسم حدائق سميراميس المعلقة، حدائق أسطورية زينت عاصمة الإمبراطورية البابلية الجديدة. وفق المؤرخين فقد بناها أعظم ملوكها نبوخذنصر الثاني 605 إلى 562 قبل الميلاد. أما الذي يختلف عليه المؤرخون فهو مكانها. البعض قال إن الحدائق لم تكن في بابل بل في نينوى عاصمة الإمبراطورية الآشورية، بينما ظل آخرون متمسكين بالكتاب القدامى وينتظرون علم الآثار لتقديم دليل يقدم لهم شاهداً واضحاً. هذا اختلاف دفع فريقاً ثالث إلى القول إن الحدائق مجرد نسج من الخيال القديم. أنت لا ترى آثاراً للحدائق الآن، مجرد صورة رسم متخيلة. أما علم الآثار في بابل نفسها والنصوص البابلية القديمة فصمتت عن هذا الجدل، فيما الكتاب القدامى يصفون الحدائق باعتبارهم شهود عيان. هذا المتخيل عن الحدائق جعلها تبدو في الذهن الأكثر روعة من بين جميع عجائب الدنيا السبع، فهي حدائق امتازت بحسب وصف المؤرخين عن الطبيعة الغريبة للحدائق مقارنة بالعناصر اليونانية الأكثر شهرة. وبابل مدينة تقع على بعد حوالي 80 كيلومتراً جنوب بغداد الحديثة في العراق، مدينة قديمة لها تاريخ من الاستيطان يعود إلى الألفية الثالثة قبل الميلاد. يسجل التاريخ أنها كانت أعظم فترة في تاريخ المدينة في القرن السادس قبل الميلاد في عهد نبوخذنصر الثاني، عندما كانت المدينة عاصمة الإمبراطورية البابلية الجديدة. أسسها نبوخذنصر بعد انتصاراته على الإمبراطورية الآشورية. بعد تحقيقه لانتصاراته الواسعة جعل الملك البابلي عاصمته واحدة من أروع المدن في العالم، فبنى مما بنى بوابة عشتار عام 575 قبل الميلاد بأبراجها الجميلة وصورها في بلاطات الحيوانات الحقيقية والخيالية، وأحاط جدارها بالطوب بطول 7 إلى 20 كيلومتراً بالمدينة، وهي الأكبر على الإطلاق. ومن ثم ربما أضاف حدائق المتعة الواسعة التي انتشرت شهرتها في جميع أنحاء العالم. هذه الحدائق كانت للزينة فقط، لم تكن تنتج ثمار، يصفها المؤرخون بالجنة. ومنها انتشرت حدائق المنازل عند الأفراد الأكثر ثراءً، صاروا يزرعون حدائقهم الخاصة في منازلهم. لم تكن الحدائق تتعلق فقط بالزهور والنباتات، حيث تمت إضافة المعالم المعمارية والنحتية والمائية، وحتى المناظر الطبيعية كانت موضع اهتمام. وكان هيرودوت المؤرخ اليوناني من القرن الخامس قبل الميلاد وصف نظام الري في بابل قائلا إنه نظام مثير للإعجاب، لكنه وهذا لافت لم يذكر أي حدائق على وجه التحديد. أول ذكر في مصدر قديم للحدائق كان عام 290 قبل الميلاد. أما بيروسوس فوصف المصاطب الحجرية العالية التي تشبه الجبال والمزروعة بأنواع كثيرة من الأشجار الكبيرة والزهور، وشرح بيروسوس سبب إنشاء الحدائق بالقول لجعل زوجة الملك البابلي الميدي الذي يدعى أميتس تشعر بقدر أقل من الحنين إلى الوطن لموطنها الأخضر والتلال. على أي حال، يبدو أن هناك سوابق معروفة للحدائق الكبيرة في بلاد ما بين النهرين التي تسبق تلك التي قيل إنها كانت في بابل، كما توجد أدلة نصية وأثرية وافرة على الحدائق في نينوى.